هذا شحال، هذا شحال في ايام زمان، قبل ما يتعلم الانسان يزمن بالاقلام، كانوا العقال كيخموا تخمام، ينجوا من الخيال حكايات ووهام، نظموها في كلام حفظوها الفهام، وخلوها ورث من جيال لجيال. تبعوا معايا في كل ليلة نصربوا خيوط حكاية وقصة جميلة، سعدات الليروة وفهم كلام القدام. رمانة أو برطال، رمانة أو برطال، قصة وحديت وحديت واوا وشلا كلام، قصة وحديت وحديت واوا وشلا كلام، حكمة ومثال، حكمة ومثال، ما محفوظة في الواح ما نسمى بكلام، ما محفوظة في الواح ما سممها زمام. صباح خير يا هينا. صباح الخير. عمرك يا بنتي صافحه مقرده على الباب؟ بغيت غير نخرج نشوف الضو ديال سيدي ربي، ساعه لقيت الباب مسدود وما بغاش كاع يتحل. ايوا ضحكي. ايوا بنتي انا راضيه طبيعتي، حدوديه وشاده الوقر، وسادة عليا في هاد الوكر، ما ندي خبار ما نجيب اخر، دايره بحالي بحال كي كيقولوا ميت العصر. واه ضحكي ضحكي معايا وفيضي ليا، راه ما بقيتيش هاينه برانيه الخيمه بنيتي، راه خيمتك. وسمعي يا بنيتي، انا راه اللي تلاقى بيا وفيض ليا وما كان عنده لا غدر لا دغينا، راه عمرو ما يخسر بالحق الا صبر، اما الا مشى حتى بلا ما تكملي ليا وما تحتاجيش تفسري ليا. عمي منانا انا عارفك ملكه الحكمه ورث السر، واللي نوالك على غدر وضمر في قلبه الشر، كيتفضح سره تبنيته وعيبه يظهر ويتمسخ في صفته، الله يستر. واقيلا واقيلا بنيتي، الا فيك انتي غادي نلقاو ناسي، كلامك حايل حاتل وحتيتك حرير بالسدا مخبل، واقيلا انتي اللي غتقلعي قهرتي وتكوني عكازي. ما نصيبش عمي منانا، وليني خصني نمشي. لا وا لا وا، وانا ما غاديش نخليك تمشي حتى تكملي ضيافة النبي. ضيافة النبي؟ ثلاث ايام هو بزاف عليا، ما يمكن ليش نخلي اهلي مشوشين عليا. وانا بنيتي راني ما قلت لك لا ثلاث ايام ولا ثلاث شهور ولا ثلاث سنين، انا عطيتك ثلاث اوقات، ما قلت لك لا ثلاث ايام ولا ثلاث شهور ولا ثلاث سنين، هاد الشي اللي كتب على كل من تخطى ديك العتبة ودخل مع داك الباب. ما نقدرش انا نعطيك ميعاد ما عدا الا تلقوك رجال البلاد، وخبرتك جاية من واد الواد، وهانتي ومعزتك رمانة في ضيافة الجواد ولاد الجواد. وليني يا امي منانا خليني نمشي نشوف هذاك المعزة، بغيت نقول رمانة نشوفها واش مازال حدا الباب، ونرجع حتى كيكون سرقها شي حد. غير تهناي، واش عند بالك غدا تحايلي عليا؟ انا بنيتي راه عمرك ما غديريها بيا،
دوك النباصات ديالك عارفاهم وحافظاهم وشارباهم ما غازي زيدي قربي عندي وخبري عليا. أمال كيف بنتي؟ شتك بحال ماشي لخاطرك. ومين بغيتيني يجيني الخاطر؟ دابا قولي لي عافاك واش أنا سيرة كنحلم؟ لا لا فايقة وموقدة صحة سلام. إيوا والقضية ديال رمانة اللي رجعتيها معزة؟ لا بنتي أنا ما درت لها والو، قلتني هي تاهي اللي خرجت عليها. إيوا وهذا الباب اللي ما بغاش يتحل هو مسدود وبلا زكروم، وكلامك اللي كله معاني وخية على خية. ايوا واقيلا واقيلا هادشي علاش كتابو تلاقينا. نعاود ليك وتعاودي ليا، تانا راه شلا ما عندي واللي صار في قلبي علم بي غير ربي. فايدي فايدي بنيتي النية وثقي بيا، راه مول النية حاجته مقضية. وانا القصيبة راني غادي نعطيها لك، ولكن شرطي راك عارفاه. أنا عارفة، وحتى أنا أمي من أنا غادي نعاود لك على جرادة مالحة وعلى قبة بابا حايدة وعلى أكاوكا وسلطانة بورجيلة وحدة ورمانة وبرطال تهية. غير قولي لي باش غادي نبدأ. إيوا بنيتي أنا بغيتك تبداي ليا بقصتك انتيا. ودي حكايتي أنا ما عندها لا راس ولا ساس، وجادو كملوا عليها الناس زادوها شلا غرايب وعجايب، وليتي ما تقدريش تعرفي الحق من الباطل ولا الصح من الكذوب. علاه ماشي انت يا بنيتي اللي كان كيجي عندك ولد عمك في صيف الطير، بعدين كيقولوا طير الحر، وبعدين كيقولوا باز. كان يجي عندك ويقول لك هاينا يا هاينا واش عشاك الليله، وتيا كنتي كتجاوبيه هي هذيك وهذيك النيت اللي كانوا تعاودوها علينا، وليني انا ماشي هذيك هينه. واخا والسالف اللي خلى سيد المير تالف. وعلى هاد القباله امي منانا انتي هي اللي بغيتي تعاودي قصتي دابا. ايوا لا بنيتي قصتك تعلى من خافيه. قصتك راه يعرفها العادي والبادي وقولها الجاي الغادي. غير بداي يلاه بداي. ايوا سمعيني قبل ما نبدا انا غادا نمشي نتفقد على رمانة. غير كوني هانية معيزتك رمانة منسة واكلة شاربة ضاحكة لعبة. وشنو دخلتيها للزريبة؟ وعلينا عندي شي كسيبة. وفينا هي؟ ايوا راها مع كلاب الحطابة وذياب الغابة. اوعدي كرة فرسوها. لا لا كاع ما تخافي عليها، على هذيك ايتها معزة هذيك راه رمانة، راه الكلب منها يخاف والديب تبقى تحايل عليه تحايل عليه تيولي حبيب. ودابا عافاك امي من انا فوقاش غترجع لصفتها رمانة؟ ايوا ما علينا خليها تال من بعد، قربي حدايا وسربي لي خيوط الحكاية. وشنو دابا بغيتيني نخبر عليك ونريقي ناشف؟ الصباح هكذا مازال تا ما فطرنا. لا لا انا كنصبح شبعانه. خلي الفطور تر شويه، احكي لي. واخا لالا غادي نبدا لك حكايتي مع مرات با الاولى لالا الغاليه. لالا الغاليه كانت مره حره قوطه وحادقه، كانت كتعلم الصنعه لبنات القبيله، وامي انا الباهيه حتى هي كانت كتعلم عندها. وليني مسكينه لالا الغاليه كانت عقرة ما كتولدش، كانوا ديما مصدعين هي وبا. لحقاش با الله يغفر ليه كانت عينو خضرة وهي كانت مغيارة. إيوا سي البشير كي جاك هادشي؟ غزي ولا متي ولا بحال داك اليدين اللي صوبوها. شكون فيكم اللي صوبتها؟ أنا يا سيد البشير. لا أنا. إيوا في الحقيقة حنا بجوج ولالا الغالية فين بداتها؟ الحصول ما عندي ما نسلكم، تبارك الله عليكم راكم تعلمتوا صافي. إيوا هاد المرة يا سيد البشير غادي نصاوب لك سلهام مني هدية. وعلى حسابي يا مولاي
جلابة درعية. البشير اشنو عاوتاني يا الغالية؟ اسمع البشير، لو كان بغيت ورديت بالراجل اللي يجيب عليا التسارة خصني نكون الحلحة ولا السحارة باش نشدو بالبوت ولا الحزارة. كاع ما نبقى نتسناك انت اللي لقاتني معاك غير القدرة. الله يهديك الغالية، راه غير مروة والنية الحسنة اللي جمعنا. اما فين كنت نعرفك ولا ندريك؟ ها زيدون، راني موعدك الغالية اش ما عمرني ما نتبدل، والحمد لله راني ما زال في صباغتي كيف ما عرفتيني النهار الاول. حتى حمد سيدي مولانا حتى دابا ما درنا في الكانون ما يتشوى، وما عندنا ما خسرنا، ولا ما عجبك حاله ولد الناس وندمتي هز داكشي اللي جبتي نهار جيتي. ياك الغاليه؟ ياه. انا اللي بغيت نعرف علاش من ندم بك نتعاقب، واش من غلطه درت انا؟ النهار الاول قلتها لك، البنات اللي كيتعلموا عندي صنعه ما تحلش ليهم العينين وما تصرهمش عليك ودير الضحك فيك وفيا. باهية مالك مهبسة وعقدة غباشك الله يتبقي السر ديما؟ خليها على الله وديري الهم في الشبكة، شي يطيح وشي يبقى. وضحكي ولعبي وفوجي على قلبك وكوني تسمعي وحطي داكشي من يديك. وهاكي شدي من عندي اش داكشي؟ معير ديال السواك ومريو ديال الكحل. زاهية زهوة تفرقوا مني اش بغيتو عندي؟ زوقي وكحلي، لي حسابك مازال صغيرة راكي كبرتي. انا جاية هنا باش نتعلم صنعة، صنعة لي تنفعني، اما نهار لي تبغي امي تروحني عند ناسي هي اللي عارفة كيفاش تزوقني وتمشت لي راسي. هذا زمان زوقت بيع والراجل راه ما بقاش كيدا في الاصل، غير اللي حصل وجابته السويفة خص بنت المرات تشد فيه شدة العمى في الظلمة، حيت الراجل اختل الراس ونقرا فين كيغبر النحاس. اما اللي بغات تبقى في دار باها حتى تزوج بحياها تعول على راسها بقات بلاش. شوفي عيل المعلمة الغالية، ياك تبارك الله ما خصها حتى خير وما بقداتش تبقى بلا راجل، وبعدا تهنات من القيل والقال وعدات بالنعالم اللي ما جابش الله الشربيل. شتي انا غاقلون عليكم، الزواج قاع ما كنفكر فيه هاد الساعه، والراجل ما عندي ما ندير بيه. وقيل راه قليل تعرف يا الهبيله. كانت حنا كتقولين الله يرحمها عليها كلمه، دابا يوصل الزمان اللي تولي المراه فيه تابعه باللرج كيحسب ليها راجل. وتقول لي هذاك الراجل اللي من الواد الهي راني خفتك تقطع الواد وتجي ليا. اش هاد قله العرض؟ ها هذه هي خدمه، يلا حضروا راسكم وديروها في شغالكم. شوفوا فيا نتوما اش هاد الحاله يا قليلات جدا، ناضوا غسلوا عليا كمامركم، نوضي تقعدي انت ويا. الباهيه تبارك الله عليك، هاكا نبغيك الله يرضي عليك. شدي خويا عليا، انت اللي خارجه عليا، جيب لي داك الكحل. انا خشيت وشكون اللي جاب السواك؟ شدي خويا عليا. زهوة كبي مالكم سي البشير؟ اش واقع؟ المعلمه الغاليه ما عتمالها معانا. ما تديوش عليها، راه هاد الايام مقلقه ما عندها لا خاطر ولا قنا، وهي فيما شافتنا مقادين راسنا ومحلقين على حالتنا كتبغي تنهسرنا. على هاد المرات تحلق وتسوق عاد باش تكون زينه. يزين ايامك السي البشير وحلي كلامك وعلي مقامك ويعطيك ما نويتي في خاطرك. ايوا حتى حنا يا سيدي البشير ملي قلتي هاد الكلام حتى حنا بغينا نصرحك بواحد الحاجه. شفت
شفتي ديك المعلمة الغالية؟ والله ما تستاهل. انت يا ظريف وزوين وديما ضحك في وجهنا ولسانك حلو ماشي بحال ديك المعلمة الغالية ديما مغوبشة. سيرو 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 خصت وجهكم لا تولي سمعنا وتبقاو لا انتم ولا انا. زاهية مصاب كون سي البشير كان من سعدي انا والله تنحطه فوق راسي ونغطيه برموش عينية. وانا بالسلامة ما عجبتكش؟ انا حسيت باللي كيدور بيا هاد الايام وكيلوح ليا معنى وكلام وباللي ما كرهش وكان معايا انا. راه انت اللي حاسه براسك وفين ما شتي شي راجل غادي ولا جاي كيحسب لك كيدور بيك. ياك ما انا ماشي مرا ولا واقيلا ما فيا ما يتشاف شتي اش غديري اجي نتخاطروا ونشوفوا شكون اللي غيطيح ليها في الشبكه. يا الهبيله بلا ما نبقاو نتهرشوا ونعطوا في بعضياتنا اجي نشوفوا كنديروا باش نتهناو من ديك المعلمه الغاليه. اما البشير طايح طايح. والله الا عندك الحق اللهم يطيح في الحلال. ولكن كيفاش غادي نديرو؟ كوني هانيه وتبعيني فري. واخ جينا ونجيك من شر الخلق إلى طمع فيك وحسدك وحقد عليك لهلا يتبعنا وتبعك عين بنادم بنتي. أو داك الشي اللي جرى وطرى المعلمة الغالية العبس سنفدتها وسرى وباتت مسكينة ما صبحت. يوان يا عمرا ما تلقى ما قلت النية وكل حية على الشر نطوية. ماتت القوطة ومشات وخلت خيمتها خالية لا ولاد ولا بنات شغل الناس مرهون تما المنجز واقف وروحه معلقة بالوقاقف. لا من يطوي المناول لا من يفتل المغازل ولا من يحرك القراشل يا ربي الله الله. وبقات الطعمة لابدة وتخبل السدا بالسدا وبقى با مسكين تالف وناضوا المتعلمة تيحوموا عليه بليهم ورت وطمعوا فيه. سي البشير. سي البشير. سي البشير اشنو اش حب الخطر؟ جينا غير نشوفوك سيد البشير نجلسو معك باش نونسوك شوية. تونسوني شوية اشوف لالا انا باري منكم ما انتوما من قمحي ولا انا من تبنكم. ياك عزيزي لالا المانا عزيز حد قالك عزيزي. شوف الله يرضى عليك كل هيلزم حدوده. يا سيد البشير كنتي كتمنى غير تهنا منها. ايه وكنتي كتخاصم معها ديما على ودنا. انا ايه شوف غادي تمشيو بحالكم ولا غادي نتفاهم معكم وهي صاحبتكم الباهيه شاهد عليكم. الباهيه اه هي الباهيه هنا وسبقتنا بعدا. راه انا اللي مشيت جبتها من دارهم. هي ضربت لك حرف البيض بلا ما تسوقوها لشي حد؟ لا مازال
جبتها غير باش تكمل شغل المرحومه اللي مازال وحل. وزيدون عاد غادي نمشي نخطبها من دارهم ونطلبها من والديها. ايوا الله يكمل بخير. واتيتو بعدياتكم، الله يتبت الغرس. يلا خلفه مع الطريق. ياك سيد البشير غادي تمشيو بحالكم ولا غادي ندبر معاكم؟ واخا اسمح لي يا سي البشير، انا ما متفقاش معاك على الكلام اللي قلتي لصحاباتي. ومالها فيها شي عيب؟ غادي تسحبوها بالصح ويضيعوا الخبر في القبيله. وراه حنا ما كنكذبوش بالصح، داكشي اللي نويت انا. اسمح لي يا عزيزي، هادي اللي عمرها ما تمكن. وعلاش؟ انا اللي كنت ضره. وعلى من؟ على لالا الغاليه، واخا تكون حيه ولا ميته. شوفي يا الباهيه، الا كانت الغاليه عزيزه عليك دويرتها وسريرتها لمن تخليهم. تزوج با بالباهيه زينه وثابته ورزينه ولينينيه وغشيمه. وعبرات بعدا عمات عينين لو حساد ملي عمر الدار لله. ايوا قصدات مي مسكينه على دراعها وشمرات، ما تقول حياني ولا الزمان عياني. ايوا وبقات صباره وعلى تمارا عولات. مزيان حنتات الحادقات اللي كانوا كيعاندوا لالهم في شقاها. ايوا مشات ليا موجات توحمات مي وحملات، وملي فك الله وحالها ولدات وجيت انا. ايوا لاباس، ها علامات الفرحه غادي يوقفوا في دار لالا الغاليه بعد ما تنكسات ملي مشات مولاتها. ايوا عاد ناضوا الحسات تقعدوا لامي مسكينه. دابا غادي يقولوا ها هي بدات بالولاد غدق الوتاد. الباهية واش ما ناويش تحلي؟ واخا تكوني حاجبة وحنا صحاباتك زعما، وزيدون كيقولوا بنت ونسا كيكشفوا الحجاب. وما جابت حتى دار تخلينا في باب الدار. وحنا جايات ومتقلات، هذا ماشي صواب. سامحوا لي يا صحاباتي، راني عاطية العهد الراجلي باش ما نحلش الباب في غيبته والبراني ما يتخطاش عتبته. وحنا زعما رحنا ماشي برانيات عليك ولا حاسبانا من الغراب ما نعرفت. زهوة زيد اختي نمشيو فحالنا، وقيل احنا كنا غلطات. زيدي نمشيو. ولني بلاتي بلاتي. زهوة هزي القفة. هذا شحال، هذا شحال في ايام زمان قبل ما يتعلم الانسان يزمن بالاقلام. كانوا العقال كيخموا تخمام، ينجوا من الخيال حكايات ووهام، نظموها في كلام حفظوها الفهام وخلاوها ورث من جيال لجيال. تبعوا معايا في كل ليله نصربوا خيوط حكايه وقصه جميله وسعدات اللي روى وفهم كلام القدام. رمانة أو برطال، رمانة أو برطال، قصة وحديت وحديت واوا وش لا كلام، قصة وحديت وحديت واوا وش لا كلام. حكمة ومثال، حكمة ومثال، ما محفوظة في الواح ما مسمى بكلام، محفوظة في الواح ما سممها زمام.